أنا محمد حمزاوي استشاري عقاري من شركة ريل سبيس. النهاردة هنتكلم عن أجدد مراحل مشروع سوديك إيست وهي روز وود. طبعاً كلنا عارفين مين هي سوديك ومشاريعها من أول بيفرلي هيلز وإيست تاون وجون الساحل الشمالي. لوكيشن سوديك إيست عندنا في مدينة الشروق قريب جداً لطريق السويس، بنتكلم من 35 دقيقة من مطار القاهرة، ربع ساعة للعاصمة الإدارية الجديدة و10 دقايق لمحطة الـ LRT. طبعا لما سوديك بتنزل في لوكيشن وديستنيشن جديده بينزل بعدها كل المطورين المعروفين في نفس المنطقه، وده اللي حصل على سبيل المثال في نيو زايد. فانت بالوضع ده بتضمن اكبر عائد استثماري ليك. مساحه المشروع عندنا 655 فدان متقسمه على مراحل. اجدد مرحلتين حاليا هي روز وود، والتايبس اللي هتكون موجوده فيها عباره عن فاميلي هاوس، ودي هتكون ارض بجاردن او اول بروف، وتاون هاوس وستاند الون. مرحلة أوك، ودي هتكون شقق سكنية بمساحات من أول 125 متر. خدمات والمميزات اللي هتكون موجودة إنك هتستلم وحدتك متشطبة بالكامل، موجود تراكات للجري والمشي والعجل، كلاب هاوس في مساحة كبيرة جدا، مساحات خطرة كتيرة جدا، وأماكن لحفلات الباربكيو، كوميرشال إيريا، متعاقدين مع براندات عالمية راقية جدا، في مراكز طبية وعيادات، في مدارس انترناشونال زي المدرسة البريطانية على سبيل المثال. نيجي بقى لنظام السداد، وهيكون 5% على 8 سنين أقساط متساوية. لو عايز فرصة السكن والاستثمار دي هتكون انسب فرصه ليك. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر ما تترددش انك تتواصل معايا على الرقم الموجود على الشاشه او من خلال اللينكات الموجوده في الديسكريبشن.